قامت بدفعنا، ولكن نحن نواصل التغطية عبر شاشة تلفزيون فلسطين. من تلفزيون فلسطين نرحب بكم ونستهلها بأبرز العناوين. في اجتماعه أواخر الشهر الجاري، المجلس المركزي سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته ودورة الوطني السابقتين. حكومة الاحتلال تكشف عن مشروع لتحسين صورة الاستيطان. تواصل الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر للتصدي لقرار الاحتلال بهدمها. وفي النشرة أيضا، 37 عاما على استشهاد الأديب والمفكر ماجد أبو شرف. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة التاسعة. أكد السيد الرئيس محمود عباس التزامه بالعمل السياسي وعدم رفض المفاوضات التي يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين على حدود عام 67 وقرارات الشرعية الدولية من خلال آلية متعددة الأطراف مثل 5+1. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيد الرئيس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث وضعها في صورة آخر المستجدات فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وشدد السيد الرئيس على التزام القيادة بتحقيق المصالحة الوطنية التي ترعاها مشكورة جمهورية مصر الشقيقة لتنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقع عام 2017 لإنهاء الانقسام، مجددا الرفض الكامل لأي مشاريع تعمل على استمرار الانفصال. سلم سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور رسالة خطية من السيد الرئيس محمود عباس إلى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون، تناولت آخر التطورات في المنطقة والمستجدات على صعيد القضية الفلسطينية. هذا وتسلم سفير دبور رسالة خطية من الرئيس عون إلى سيد الرئيس، تضمنت الدعوة للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية التي ستعقد في بيروت في 20 من شهر كانون 2 العام المقبل. وأكد سيادته في رسالته على متانة العلاقات التاريخية والثابتة التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني وأهمية العمل العربي المشترك لمواجهة المخاطر التي باتت تهدد القضية الفلسطينية والقضايا العربية برمتها. جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رام الحمدالله الدعوة إلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته. كما وأعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. نتابع بالمزيد من تفاصيل مع أكرم الفروخ. مجددا دعوته جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا وإلى بذل جهود صادقة ودون تأخير لتجاوز كافة الصعاب وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية معربا عن بالغ استنكاره ورفضه المطلق لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة بهدف إرباك الرأي العام ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع.
حكومة الوفاق الوطني، ورغم العراقيل التي توضع أمامها سواء من قبل الاحتلال أو من جهة منعها من تحمل مسؤوليتها في قطاع غزة، إلا أنها تقوم بمهامها كاملة سواء في حشد الدعم المالي وتنفيذ المشاريع ومساندة ودعم أهلنا في قطاع غزة، وهي مستمرة في طريقها هذا. على صعيد آخر، ثمن المجلس صمود أبناء شعبنا في الخان الأحمر الذين سطروا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي أمام آلة البطش الإسرائيلية وتمسكهم بترابهم ووطنهم، مؤكدين قدرة شعبنا البطل على إفشال المشروع الاستيطاني الهادف لتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزلها، مشيدا بالتلاحم الرسمي والشعبي في مواجهة الاحتلال. أشاد مجلس الوزراء بصمود أبناء شعبنا ووقفاتهم البطولية وتحديهم للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في منطقة الخان الأحمر، وصورة التلاحم الشعبي والرسمي التي سطرها أبناء شعبنا في التصدي للمشاريع الاستيطانية والمشروع الاستيطاني الذي تمثله خطوات الاحتلال الإسرائيلي في الخان الأحمر. وأكد مجلس الوزراء على أن شعبنا بقيادته قادر على مواجهة كافة التحديات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا وشدد مجلس الوزراء على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة. وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيا إن المجلس المركزي في جلسته أواخر الشهر الجاري سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته ودورة المجلس الوطني السابقتين، وسيطلب من السيد الرئيس محمود عباس ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات. وأضاف اشتيا في حديث لإذاعة صوت فلسطين أنه سيتم دراسة التبعات المترتبة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مبينا أن هنالك قرارات سهلت التنفيذ فيما تحتاج القرارات الأخرى للدراسة من أجل وضعها بالإطار الصحيح. توافق اليوم الذكرى 37 لاستشهاد الأديب والمناضل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الإعلام المركزي الفلسطيني ماجد أبو شرار على يد الموساد الإسرائيلي في روما. المزيد في تقرير ميساء الأحمد. صباح الورد يا ماجد، صباح الورد، وشد القيد على بلد حملناه كوشم اليد. في 9 من تشرين الأول من كل عام نستذكر قادة وطنيين رحلوا، اختزنت مسيرتهم الكفاحية والوطنية بالكثير الكثير من الإنجازات والمكاسب التي بقيت حاضرة حية في حياتنا رغم رحيلهم، فهم آثروا بالعطاء والعمل لأجل الوطن والقضية، ومن واجب القضية أن تحفظ الجميل لأبنائها. حيث توافق اليوم الذكرى 37 لاستشهاد الأديب والمفكر والمناضل ماجد أبو شرار. عرف أبو شرار بصلابته وشموخه وثقله الوطني والسياسي، وكان أبا للكوادر الوطنية يعمل بجد وانتماء عال في مدرسة صنع الإرادة الفتحوية وتطوير الحركة ونهوضها، في وقت كانت تعصف فيه ويلات النكبة والنكسة بأبناء شعبنا، وألحت الحاجة لإيجاد كيان يمثلهم ويدافع عن ما تبقى من حقوقهم ويطالب بالسليب منها. لكن لم يكن ذلك يروق لمزاج الاحتلال الذي قرر إنهاء حياته بقنبلة وضعها الموساد تحت سرير أبو شرار في أحد فنادق روما، حيث كان يشارك في مؤتمر عالمي للتضامن مع شعبنا عام 81، ونقل جثمانه إلى بيروت ودفن في مقبرة الشهداء هناك.
وبالعودة إلى البداية، ولد أبو شرار في دورة جنوب الخليل عام 36، عاش حياته هناك وأتم تعليمه الثانوي، واستوفى تعليمه الجامعي في تخصص الحقوق في جامعة القاهرة. وفي عام 62 شق أبو شرار طريقه في صفوف حركة فتح من السعودية حيث كان يعمل هناك. وبعدها بست سنوات تفرغ أبو شرار للعمل في جهاز الإعلام تحت إشراف كمال عدوان، وأصبح رئيسا لتحرير صحيفة فتح اليومية. وبعد استشهاد عدوان أصبح مسؤولا عن الإعلام المركزي ومن ثم الإعلام الموحد. وفي عام 73 تولى منصب مفوض سياسي لقوات العاصفة. ومن مواقفه الراسخة ومبادئه التي لا تحيد عن إنجاز هدف التحرير وحق تقرير المصير وتفكيك المشروع الصهيوني، اختير أبو شرار عام 1980 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. للحديث عن هذه الذكرى ينضم إلينا في الاستوديو أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب. أهلا وسهلا بك لواء رجوب في نشرة التاسعة، وفقيد أديب مناضل في صفوف حركة فتح وفي العمل الوطني، ما الذي يستحضرك في هذه الذكرى لاغتياله؟ يعني أولا الأخ ماجد هو كان حالي استثنائية في مسيرة نضالنا الفلسطيني، وهو كقائد فتحاوي طبعا هو من الرعيل الأول في الحركة، وهو فعلا ولد في دورة ولكن هو كمل تحصيله في غزة وعاش في غزة، وفيما بعد كمل دراسته الجامعية في القاهرة وعمل أستاذ في السعودية ثم في الأردن إلى أن تفرغ في الحركة بعد عام 67. وماجد كان متميزا بفكره الواقعي البراغماتي الوطني، مع انه هو كان محسوب على المدرسة اليسارية في الحركة، الا انه شكل قاسم مشترك بين كل منابر الحركة، هاي الحركة اللي كانت حركة ديمقراطية، والاختلاف من موقع الالتزام بالحركة وباستراتيجيتها وعقيدتها الوطنية كانت هي اللي تلم هاي الحركة. وعلى هذا الأساس الأخ ماجد أصبح أمين سر المجلس الثوري إلى أن انتخب في المؤتمر الرابع عضوا في اللجنة المركزية للحركة مع 4 أعضاء آخرين، اللي هو كان كمان الشهيد سعد صايل والشهيد هاني الحسن وأطال الله عمره أخونا أبو شاكر النتشي، بالإضافة إلى سميح أبو كويك. وفي ذلك الوقت كان عضو اللجنة المركزية، واللجنة المركزية هي يعني من يتحمل مسؤولية تصميم الإيقاع الوطني في ساحتنا الوطنية، وبما كان يعني ماجد لحركة فتح كقاسم مشترك وصمام أمان، وما كان يعني ماجد بفكره بفلسفته الثورية كمسؤول عن الإعلام الموحد، ولكن هو ككاتب وكشاعر أعتقد أنه تم استهدافه لإيجاد ثغرة في هذا البنيان المتماسك، واللي هيأ فيما بعد إلى الانشقاق عام 83. والجميع يدرك بأنه استمرار الشهيد القائد ماجد أبو شرار كان بالتأكيد كصمام أمان داخل المراكز القوة و كسد أمام بعض التدخلات العربية والغير عربية كانت ممكن أن تحول دون هذا الانشقاق. فماجد كان خسارة وطنية كما هو خسارة فتحوية، إن كان في ذلك الوقت وإن كان على المدى البعيد. سيادة اللواء، كيف استطاع ماجد أبو شرار ونحن نتحدث عن سيرة نضالية أن يكون المناضل إنسان والقائد مثقف والفدائي مثقف وإنسان وواثق بحتمية الانتصار في ساحة المعركة؟ يعني شوف، أولا ماجد هو من أسرة مثقفة، يعني والده كان محامي معروف وفيما بعد أصبح رئيس المحكمة العليا في قطاع غزة، والدته كانت تجيد القراءة والكتابة، جده من أمه كان مدير مدرسة دورة من سنة 21 إلى سنة 48، فهو يعني سليل عائلي مثقفي وطنية. والده ترك الخليل وذهب مع الجيش المصري في 48
بعد النكبة لما مثلت غزة في ذلك الوقت كنوى للهوية فيما بعد. نعم احنا هون أصبحنا جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن كان في هناك تيار وطني رأى في أن الهوية الوطنية الفلسطينية عنصر واجب الوجود ويجب أن يتم الحفاظ عليها، وكان في هناك حاضنة حقيقة مصرية في ذلك الوقت، فهو غادر والده بهذا الفهم الوطني العميق إلى قطاع غزة، وبالتأكيد هذه الجينات انتقلت إلى ماجد. ويعني أخو ماجد كمان كان أسير، أخت ماجد أسروها الإسرائيليين، ومن هون هو كان ابن لعائلة مثقفة وطنية، وأعتقد هذا كمان أثر وساهم في تشكيل وعيه الوطني. ولكن فيما بعد بالتأكيد هو كأديب ومفكر يعني تطور وعيه وفهمه إلى أن أصبح أحد أهم ركائز العمل الوطني بالتأكيد الواقعي في حينه، وكصمام أمان أنا بقول لك على المستوى الفتحاوي والمستوى. شكرا سيادة اللواء، شكرا جزيلا لك أمير اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الجوب، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. في موضوع آخر، سلم مؤثر منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويدي رسالة من الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين لسماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، وذلك ردا على رسالة وجهها المفتي للعثيمين قبل أسبوعين حول الأوضاع في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك. هذا وتضمنت الرسالة التي سلمها الرويدي للمفتي شرحا حول الخطوات التي ستقوم بها منظمة التعاون الإسلامي للدفاع عن القدس في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. هذا وتحل هذه الأيام الذكرى 28 لمجزرة المسجد الأقصى الأولى التي ارتكبتها قوات الاحتلال عام 90، عندما تصدى المواطنون لجماعة ما يسمى بأمناء جبل الهيكل، عندما حاولوا وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم داخل باحات الأقصى، ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وهذا ما نتابعه في تقرير علي دار علي. أربعة آلاف مصل في المسجد الأقصى المبارك تحت إطلاق الأعيرة الحية من قبل جنود الاحتلال، ففي أقل من ساعة استشهد أكثر من 21 مصليا وأصيب 150 آخرون، فيما اعتقل نحو 270 مصليا. المجزرة وقعت في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين 8 أكتوبر عام 90، عند محاولة مجموعة متطرفة تعرف باسم أمناء جبل الهيكل وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحات المسجد الأقصى المبارك في العاصمة المحتلة، فكان الاشتباك بين المصلين المدافعين عن مسجدهم والمتطرفين الذين قادهم ما يسمى غرشون سلمون. كفة الاشتباك رجحت منذ البداية للمصلين المعتكفين، الأمر الذي دفع الاحتلال إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على أجساد المواطنين في الساحات، حيث عرفت هذه الحادثة بمجزرة الأقصى الأولى لتمييزها عن المذبحة التي جرت على أيدي قوات الاحتلال في الأقصى عام 96 والتي عرفت بمجزرة الأقصى الثانية. وقبل وصول جماعة أمناء جبل الهيكل المتطرفة التي نظمت في ذات اليوم مسيرة إلى المسجد الأقصى، كان الاحتلال قد أقام حواجزه العسكرية على كل الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، لكن المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل ذلك التوقيت بساعات. جيش الاحتلال كان جاهزا بمجرد بدء الاشتباكات بالأيدي بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية، وكذلك إطلاق قنابل الغاز السام، فيما كانت طائرات مروحية عسكرية تحوم فوق المكان، حيث استمر إطلاق النار من الجيش والمستوطنين لمدة 35 دقيقة. وبعد ارتكاب المجزرة بقي جنود الاحتلال في الساحات ومنعوا إخلاء جثامين الشهداء والجرحى إلا بعد مرور 6 ساعات. 28 عاما مرت على ارتكاب الاحتلال ومستوطنيه تلك المجزرة، وما زالت اقتحامات المستوطنين مستمرة ويومية، فضلا عن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه المقدسيين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام. علي دار علي، تلفزيون فلسطين.
متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين المحامي أحمد رويضي. نرحب بك معنا في نشرة التاسعة. وبداية نتحدث عن فحوى الرسالة التي تم تسليمها وفيما يتعلق ب يعني الأحداث التي تتشابه اليوم في المسجد الأقصى المبارك والتخوفات مما تفرضه سلطات الاحتلال من أمر واقع، إن كان تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى، فماذا حملت هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني منذ تقريبا أسبوعين كنا قد تسلمنا رسالة من سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، قدم فيها شرحا لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص من اقتحامات يومية، من اعتداءات المستوطنين على الحراس والأوقاف، وأيضا ما يحدث من حفريات أدت إلى سقوط حجر في الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وما يخطط لباب الرحمة الذي هو مغلق حتى اللحظة بقرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما يعلن عن مشاريع استيطانية منها القطار الجوي الخفيف الذي يتحدثون عنه من منطقة الطور مرورا بالجدار الشرقي والغربي للمسجد الأقصى المبارك. نعم. عدا عن التقسيم الزماني والمكاني والذي أصبح يعني اقتحامات المستوطنين تمهد له بشكل كبير جدا، لأن هناك مساحة تترك لهم من قبل الأمن الإسرائيلي لأداء صلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة، وهذا أمر حديث وخطير ترافق مع إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المرابطين والمصلين المسلمين من الدخول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا كان ملخص الرسالة الذي وجهها سماحة الشيخ محمد حسين إلى معالي الأمين العام، وطالبه بأن يكون هناك تحرك وتفاعل مع قضية المسجد الأقصى المبارك. نعم. من قبل العالم الإسلامي. طبعا الرسالة سبقت اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبالتالي اليوم قمت بتسليم سماحة الشيخ محمد حسين رد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي شرح في رسالته لسماحة المفتي طبيعة الخطوات وموقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت دفاعا عن القدس، دفاعا عن حق المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، والذي هو حق خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد. وعندما نتحدث عن المسجد الأقصى المبارك نتحدث عن 144 دنم. ثم تناول الخطوات السياسية والتنموية دعما لقضية القدس وما تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في سبيل متابعة أحداث المسجد الأقصى المبارك. الخطوات الموسسة تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي سيلمسها المواطنون في القدس باتجاه المسجد الأقصى وما يتعرض له من انتهاكات واقتحامات مستمرة؟ كان هناك قمتين استثنائيتين عقدتا في اسطنبول حول القدس والمسجد الأقصى المبارك، الأولى في شهر ديسمبر العام الماضي والثانية في 18/5/2018 هذا العام، وضعت خارطة الطريق لعمل العالم الإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وكلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ هذه القرارات برئاسة الجمهورية التركية الذي ترأس الآن المؤتمر الإسلامي. معالي الأمين العام أيضا له اتصالات قام بها على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مع أطراف دولية مختلفة، مع قادة دول، وضعهم في صورة مخاطر ما يحدث في القدس. أضف إلى ذلك كان هناك اجتماعين هامين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اجتماع للجنة التنفيذية بحضور طبعا وزير خارجية دولة فلسطين، ونوقشت القرارات التي اتخذت في اسطنبول وما جرى من آليات لمتابعتها. في المستوى الثاني كان اجتماع للجنة السداسية، أيضا كان اجتماع لدعم وكالة الغوث بطلب من المملكة الأردنية الهاشمية. طبيعة هذه القرارات التي يمكن أن تنفذ واقعا تحمي ما يمكن حمايته في مدينة القدس المحتلة، ونحن اليوم وصلنا إلى مرحلة في غاية الخطورة وتحديدا ما يتعلق بالمسجد الأقصى، ونحن نتحدث بالفعل عن تخوفات بعد إقدام المستوطنين على الدخول لباحات الأقصى من عدة أبواب، يعني نتحدث عن باب الرحمة والخروج من باب السلسلة، وكأن الأمر أصبح أمرا واقعا فيما يتعلق بالأقصى. هل يدرك العالم الإسلامي هذه المخاطر وبالتالي هناك قرارات فعلية على الأرض لصد ذلك؟ نعم، هناك أربع مستويات من التحرك الحقيقة. هناك تحرك سياسي وهو الأهم، دعما للموقف الفلسطيني ودعما لموقف الرئيس محمود عباس أبو مازن ودعما للمبادرة التي طرحها في الأمم المتحدة، وبالتالي دعم في مجلس الأمن، في اليونسكو، في مجلس حقوق الإنسان،
أيضا التحرك في الضغط على الاعتراف على أوروبا تحديدا الاعتراف بدولة فلسطين، لأن القدس جزء من الأراضي التي احتلت عام 1967 للمحافظة على حل الدولتين، ولا نريد أن ندخل أكثر في هذا التحرك. أيضا هناك تحرك تنموي مهم، دعم الأهل في مدينة القدس، دعم مؤسسات القدس، وبالتالي كان هناك قرارات حديثة لصندوق تضامن الإسلامي لدعم بعض المؤسسات المقدسية إسوة بباقي مؤسسات الوطن، خصصت في قطاع التعليم والصحة والمرأة والشباب. وهناك أيضا وكالات أخرى في منظمة التعاون الإسلامي نحاول الآن تفعيل دورها في تقديم الدعم لأهل القدس كبنك التنمية الإسلامي، وأيضا الأيسسكو ومسؤوليتها في متابعة الاعتداءات التي تجري على الإرث الحضاري في مدينة القدس. في المستوى الثالث أيضا المستوى الإعلامي، لابد أن تبقى قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك حاضرة في المستوى الدولي، وبالتالي هناك مؤتمر سنوي تقيمه الأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، أقيم الأخير في المملكة المغربية دعما لموضوع القدس. لكن دعيني أقول لك، نحن نثمن عاليا موقف الأهل في مدينة القدس الصامدين المرابطين اللي أثبت أنهم بقدر الحدث دفاعا عن أولى القبلتين. وبالتالي في هذه المناسبة، في هذه المناسبة الأليمة 28 عام على اقتحام شارون والمجزرة في المسجد الأقصى المبارك، نذكر العالم بالمسؤولية أيضا من مرة أخرى عبر شاشة تلفزيون فلسطين اتجاه المسجد الأقصى المبارك. المحامي أحمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين، شكرا. شكرا. في قرية الخان الأحمر يتواصل الاعتصام المفتوح لليوم 12 بعد 100 رفضا لهدم القرية وتهجير أهلها قسرا وسط حالة من الاستنفار عقب انتهاء السقوف الزمنية لإخطارات الاحتلال وتسليم أوامر تعلن الطرقات المحيطة بالخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة. المزيد مع كريستين ريناوي. ليست المرة الأولى التي تصل فيها عشرات المركبات العسكرية في ساعات الصباح الأولى، تتمركز في محيط قرية الخان الأحمر لدقائق ثم تنسحب، إجراء مراده بث الرعب في نفوس مواطنين مهددين بالترحيل في كل لحظة، ويعقب تسليم إخطارات جديدة تعتبر هذه الطرقات المحيطة في الخان منطقة عسكرية مغلقة تمهيدا للإخلاء والهدم. لا سقوف زمنية ولا تواريخ مقدسة لدخول الجيش إلى هذا المكان، سيأتوا في أي وقت، وبالتالي يجب علينا أن نكون جاهزين في كل الأوقات. لا يجوز التوقع في لحظة ما أن نكون جاهزين ثم نسترخي، لم انتهت أوقات الاسترخاء. داخل كل مسكن في قرية الخان الأحمر لا تحتاج مجهودا لتلمس الظروف النفسية الصعبة التي يعيشها نحو 400 مواطن وطالب من القرية. عائلة المواطن أحمد أبو دهوك تترقب أيضا وتضع أوراقها الرسمية والثبوتية في هذه الحقيبة لأخذها في لحظة الاقتحام المرتقب. عمري 60 سنة، اتجوزت هان وخلفت هان، وولادي اتجوزوا وخلف هان في المنطقة هاي، يعني إنسان عايش لستين سنة في المنطقة هاي، يعني من الصعب إني بدي يترك بيته، لو كان ما بيسوى شيء من الصعب، زي ما قالوا الواحد إذا قعد 40 يوم صار منهم، عندنا 60 سنة، يعني اللي يجي بعدك 40 سنة 30 سنة سير هو اللي يحكم عليك. عايشين برعب، عايشين مكتفين إيدينا، لا بنعرف نطبخ، لا بنعرف نشتغل، لا بنعرف نساوي إشي في البيت. يعني دخلت هلقيت أيام شتوية، الواحد مش عارف شو بدي يعمل، بغطي بيته أو ما بغطيه، بيقول بغطيه بيجي الجيش هده، مش عارفين يعني كيف هي الحياة بدها تصير معنا. 4 شهور مضت على الاعتصام المفتوح الذي يشمل المبيت، رفضا لأن تكون هذه القرية أثرا بعد عين وتبنى على أنقاضها آلاف الوحدات الاستيطانية والفنادق والمطارات. لم يترك الاحتلال وسيلة لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها إلا وجربها، وهنا في الخان الأحمر نموذج جديد، فهذه القرية البدوية مهددة بأكملها بالتدمير لصالح المخططات الإحلالية. من قرية الخان الأحمر، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. هذا وكان وفد من جماعة ناتوري كارتا وصل إلى قرية الخان الأحمر لمساندة أهالي القرية المهددة بالهدم والتهجير. متابعة لهذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا كريستين ريناوي مباشرة من الخان الأحمر. أهلا بك كريستين، وطبعا كما نشهد دائما هذا التضامن والصمود للأهالي في القرية، كيف تنقلي لنا الصورة من حيث أنت؟
نحن موجودون في خيمة الإسناد في قرية الخان الأحمر ضحى ومحمد وكافة المشاهدين. بطبيعة الحال ثلاث ساعات، أقل من ثلاث ساعات، وندخل في اليوم 13 بعد 100، الاعتصام مفتوح رفضا لهدم قرية الخان الأحمر وتهجير أهلها قصرا. هذا اليوم كباقي الأيام كان مليء بالزيارات، وفود من محافظات الوطن، محافظات قلقيلية، الخليل، حتى أن كما ذكرتم في التقرير كان هنالك وفد من جماعة ناتوري كارتا، هذه الجماعة اليهودية الأرثوذكسية تأسست عام 1935، هي يعني مع قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس وتعارض قيام دولة إسرائيل. هم يرفعون العلم الفلسطيني، هم ضد الاحتلال، ضد إجراءاته، جاءوا إلى هذه الخيمة من أجل التعبير عن رفض هؤلاء هذه الجماعة، رفضهم لجريمة الحرب التي يدبر لها الاحتلال هنا عند بوابة القدس الشرقية، والتي تقضي بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر ميدانيا. محمد وضحى وكافة المشاهدين، يبدو بأن يعني كل المؤشرات يعني تبين بأن يبدو أن عملية الهدم باتت قاب قوسين أو أدنى، خاصة وأن الاحتلال انتهى من تأهيل موقع بديل عن قرية الخان الأحمر في منطقة أبو ديس، نصب كرفانات بديلة للمدرسة، وهنالك مساحات فارغة مرقمة جاهزة لنصب خيام المواطنين البدو هناك. هذا اليوم كان هنالك جولة لأفراد من شرطة الاحتلال وما تسمى الإدارة المدنية، كانوا في التلال المقابلة لقرية الخان الأحمر يجرون جولات ميدانية. أيضا شهدت جرافات تتمركز في المعسكر الموجود ما بين مستوطنة معلي أدوميم وطريق أريحة، وبالتالي كل المؤشرات على الأرض تبين وعلى أنه يبدو بأن عملية الهدم باتت قريبة، خاصة وأن كل السقوف الزمنية لاختراط الهدم العادية والذاتي انتهت، وبالتالي هذه مرحلة حبس أنفاس، ترقب، قلق. بالمقابل الموقف الفلسطيني صلب للأهالي وأيضا للمساندين والمتضامنين، كل هؤلاء الموجودين في الخيمة هم يعني يعون بأن هنالك مواجهة محتملة جراء اقتحام قوات الاحتلال المرتقب، ولكن يعني هنالك إيمان بضرورة وحتمية الحفاظ على هذه الأرض، خاصة وأنها مهددة لصالح غول الاستيطان، لصالح ما يسمى مخطط إيوان الاستيطاني، هذا المخطط الضخم الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها، أراضي دولتنا الفلسطينية، يعزل ويسلخ القدس عن محيطها، يربط المستوطنات ببعضها البعض على حساب أراضينا، يقضي ببناء 4000 وحدة استيطانية على الأقل، 10 فنادق، مطار في هذه المنطقة، وبالتالي مخطط استيطاني، إدراك أبعاد هذا المخطط يدفع بكل هؤلاء بالاستمرار بالاعتصام والتواجد من أجل حماية هذه الأرض، وأيضا معاونة المواطنين البدو الذين يحرسون الأرض من كل هذه المخططات. شكرا جزيلا لك مراسلتنا المتواجدة في الخان الأحمر كريستين رينو، شكرا جزيلا. كشفت الوزيرة الإيطالية جيلا جلميئيل عن مشروع تؤده حكومة الاحتلال بهدف تحسين صورة المشروع الاستيطاني، واضحة أنه يشكل خطوة أخرى نحو السيادة على حد تعبيرها. خالد مطاوع والتفاصيل. في سياق محاولاتها المتكررة لتعزيز الاستيطان الجاثم على أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين، رصدت حكومة الاحتلال مئات آلاف الشواكل لصالح تجميل صورة قطعان المستوطنين الذين اقترفوا جرائم ضد شعبنا وباتوا منبوذين حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنهم دفعوا بذلك نحو توريط إسرائيل وتعريضها للمساءلة القانونية والانتقاد الدولي. تحاول الآن أن تعيد التقدير لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا فاعلين ونجحوا إلى حد ما في جر مجمل المجتمع الإسرائيلي باتجاه مشروعهم الاستعماري. حاليا هؤلاء المجرمين سيتم تقديمهم للعالم وللمجتمع الإسرائيلي باعتبار أنهم أبطال وطنيين وأبطال كوميين إسرائيليين. فكرة المشروع الإسرائيلي الجهنمي تقوم على إجراء توثيق حكومي منهجي أولي للمشروع الاستيطاني بطريقة محبوكة، يتبادل فيها أرباب الاستيطان الأدوار في تدوين أفكار وصور
لقلب الحقائق وتزوير التاريخ، لتجميل القبيح منهم ولتثبيت حق لم ولن يكن لهم فيه قيد أنملة منذ الأزل. يراد الآن تكريس هذا الانحياز والدفع بالمجتمع الإسرائيلي لكي على خلفية تقديم تغيير الصورة وتقديم رواية جديدة لموضوعة المستوطنين الأوائل والمستوطنات، من وبما يساهم على الأقل من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، من وجهة نظر المستوطنين، والمزيد من الإسرائيليين ينتقلوا إلى الأراضي الفلسطينية. محاولات إسرائيل اختلاق حقائق مزيفة باستخدام توثيق مزركش يتبنى رواية الاحتلال فيما يتعلق بالمستوطنات والمستوطنين كخطوة لجذب اليهود وإحلالهم في البؤر الاستيطانية، ما يعكس مدى تعطش الحكومة الإسرائيلية لسرقة مزيد من الأرض لتوسيع رقعة الاستيطان على حساب أصحاب الأرض الأصليين. غيض من فيض، تمضي حكومة الاحتلال بالتبييض والتسويد أو بمحاولات تجميل صورة الاستيطان والمستوطنين بهدف شرعنة مشروعها الاستيطاني الإحلالي وتكريسه واقعا على الأرض لتقويض حل الدولتين. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال غرفتين سكنيتين واستولت على خلايا شمسية في قرية الحلاوة بمسافة يطا جنوب الخليل. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة غرفتين سكنيتين واستولت على خلايا شمسية قدمت من دول أوروبية لتزود المواطنين بالطاقة، مشيرا إلى أن ملكية هذه المساكن والخلايا تعود لعائلتين كبيرتين. اقتلع مستوطنون قرابة 40 شجرة زيتون ولوزيات من أراضي المواطنين في قرية بروقين غرب سلفيد. أفاد مراسلنا بأن مستوطنين قاموا باقتلاع الأشجار في الأرض الواقعة شمال غرب البلدة بالقرب من مستوطنة بروقين والتي تعود للمزارع جمال عثمان سلامة. طالب المشاركون في الوقفات المساندة للأسرى أمام مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينتي البيرة وطول كرم بضرورة تدخل المجتمع الدولي للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال ووقف ممارسات الاحتلال ضدهم، والتي كان آخرها محاولة تركيب كاميرات مراقبة على الأسيرات في ساحة سجن هاشارون. نتابع مع إيهاب الضميري. مساندة للأسرى بوجه إجراءات سلطات الاحتلال، اعتصم ثووهم وممثلو المؤسسات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، رافضين ممارسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والتي كان آخرها محاولة تركيب كاميرات مراقبة على الأسيرات في ساحة سجن هاشارون. ما يحدث في سجن هاشارون هو اعتداء صارخ على خصوصية الأسيرات، وهذه الخطوة التي اتخذوها أقصد سلطات الاحتلال هي تنفيذا لتوصيات لجنة كان شكلها وزير الأمن الداخلي جلعد إردان من أجل تشديد الإجراءات على الأسرى بشكل عام. بدأوا بالأسيرات ربما لأن عددهن قليل، الأسيرات اتخذنا موقف، هذا الموقف يعني موقف نضالي. الصورة ذاتها في طول كرم، حيث طالب المعتصمون أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة تكثيف الحراك الشعبي المؤازر للأسرى، مشددين على ضرورة وقف سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري. باسم أهالي الأسرى وباسم متضامنين مع الأسرى وباسم الحركة الأسيرة أكون أنه يرجع وحدة الوطن ونزول الانقسام، وأن نكون كلياتنا موقف واحد في مواجهة مخططات اللي تعرض لها شعبنا. هناك اعترافات كبيرة من العالم لدولتنا ولقضيتنا، ولكن للأسف ما في مواقف جدية أمام ما يكون به الاحتلال من إجراءات. الوقفات المساندة للأسرى تأتي في ظل مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضدهم في صورة تتنافى مع المواثيق والشرائع الدولية. مواصلة أسرانا صمودهم داخل سجون الاحتلال في خضم الفعاليات الشعبية المساندة لهم والمكملة لجهد القيادة سيفضي عنه فجر حرية لا محالة. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
وفي مثل هذه الأيام من العام 94 رحل المناضل والمفكر وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح خالد الحسن الذي يعد أحد أبرز رجالات الرعيل المؤسس لحركة فتح. تقرير هديل شوامر. في 7 أكتوبر عام 94 ودع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وحركة فتح أحد رموز النضال الوطني والفكري خالد الحسن أبو السعيد الذي صعدت روحه لباريها في المملكة المغربية الشقيقة حيث كان يقطن هو وعائلته. ولد خالد الحسن في مدينة حيفا عام 28 لأسرة وطنية احتضنت اجتماعات الشيخ عز الدين القسام ورفاقه، وحصل على شهادة المترك من مدارس حيفا ودرس الاقتصاد في لندن عام 47 إلى أن هجر مع عائلته إثر النكبة عام 48 إلى لبنان ثم سوريا حيث استقر بهم المطاف في مخيم اليرموك. دارت الأيام بعد ذلك بالحسن الذي كان تجسيدا للفلسطيني في ترحاله حيث استقر في الكويت وبدأ نشاطه السياسي من هناك، والتقى بكل من الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات وخليل الوزير. وفي عام 60 أصبح الحسن الذي لقب بفيلسوف الثورة وعقلها المميز عضوا في حركة فتح، وشارك في أعمال المجلس الوطني التأسيسي الأول في القدس عام 64 إلى جانب ياسر عرفات كممثلين عن الجالية الفلسطينية في الكويت. تبوأ أبو السعيد عقل الثورة ومنظر فكرها السياسي مناصب تنظيمية عديدة من بينها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 68 و74 ومفوض للتعبئة والتنظيم بين عامي 71 و74 ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 68 فضلا عن كونه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 67 كما تولى فيما بعد مسؤولية الإعلام الموحد في حركة فتح. ظهر خالد الحسن كمفكر سياسي عربي وإسلامي وخطابي بارع، خاض جولات عديدة في مقارعة الاحتلال وقام بإلقاء عشرات المحاضرات في دول مختلفة من العالم، كما قام بتأليف عشرات الكتب فيما عرف أنه من السياسيين القلائل الذين استطاعوا أن يزاوجوا بين الثقافة والسياسة. هدي الشوامرة، تلفزيون فلسطين. في الشأن الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قدمت إليه استقالتها. وقال ترامب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي إن هايلي قامت بعمل رائع، مشيرا إلى أنها ستغادر منصبها في نهاية العام. من جانبها قالت هايلي إنها لا تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2020 وذلك بعدما سرت شائعات بأنها تخفي طموحات رئاسية. أعلنت الداخلية المصرية عن مقتل 10 إرهابيين في منطقة العريش شمال سيناء. وأفادت الداخلية المصرية بأن قوات الأمن دهمت إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العريش عقب ورود معلومات بوجود عناصر إرهابية أسفرت عن اشتباكات بين الطرفين قتل على إثرها 10 إرهابيين. شرعت محكمة العدل الدولية بالنظر في شكوى تقدمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو 2 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية كتعويضات لأمريكيين قتلوا في هجمات تتهم واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع الإنسانية المفروضة على إيران في قرار اعترضت عليه الولايات المتحدة. والآن إلى الموجز الاقتصادي مع الزميلة منتهى خليل. إليك منتهى. مساء الخير محمد وضحى. مساء الخير. أهلا بكم مشاهدينا. وقع صندوق الاستثمار ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية عقد امتياز تطوير منطقة ترقومية الصناعية شمال غرب الخليل بكلفة تقديرية تبلغ 160 مليون دولار في ثاني نموذج يقوده الصندوق في هذا المجال. حاليا يعني عم نحاول انه يتوفر دعم لهذه المدينة الصناعية
وبالتأكيد المدن الصناعية، أهمية المدن الصناعية هي خلق فرص عمل، وبين الشباب رح يكون كمان الهدف من إقامة هاي إنه رح يكون فيها كمان صناعات متطورة اللي هي بكون في فرص كتير أكبر للشباب إنه يشتغلوا فيها. منطقة ترقوم الصناعية الزبون الأكبر لغاية الآن اللي مهتم جدا في هذا الموضوع هم الصناعات البلاستيكية، لكن أيضا أعتقد إنه في الجنوب في موضوع التكنولوجيا والتكنولوجيا بشكل عام كمان موضوع مهم، بالإضافة لذلك إنه جزء من المنطقة الصناعية في هالحالة سيكون منطقة لوجستية، لأنه حيكون في بوندد أريا مناطق التخزين، وهذا إن شاء الله حتسهل عملية الترانزيت البضائع اللي بتيجي من خلال الجانب الإسرائيلي لفلسطين. هذه إضافة نوعية للمدخول الوطني والمدخول القومي أيضا في موضوع الصناعة. فلسطين تتحول بهذه المنطقة الصناعية، والتكنو باركس اللي بدأنا برنامجها أيضا من بلد يعتمد على الزراعة في الأساس إلى بلد يعتمد على الصناعة والآي تي في تصنيع الآي تي أيضا ليغلق الفجوة اللي بينه وبين دول الجوار في موضوع هذه الصناعات المختلفة. وفي أخبارنا المحلية أيضا، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين إن الوزارة نفذت مجموعة من مشاريع الطرق في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال السنوات الأربع الماضية بقيمة 189 مليون و850 ألف شيكل بتمويل ذاتي من الحكومة. وأضاف الحسين إلى أن الأعوام القادمة ستشهد تطورا جديدا فيما يخص هذه القطاعات الحيوية التي تعتبر بوابة فلسطين نحو التنمية. وفي أيضا أخبارنا، أظهرت بيانات سلطة النقد ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف للعملاء خلال آب بنسبة 9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن إجمالي التسهيلات بلغت قرابة 8 مليارات و250 مليون دولار، وارتفعت تسهيلات القروض بمقدار 9.9% بينما ارتفع الجاري المدين بنسبة 3.18%، فيما بلغ التأجير التمويلي 71 مليون دولار. مشاهدينا، كانت هذه أهم الأخبار المحلية، وعودة للزملاء. شكرا جزيلا. منتهى. يعاني أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد شمال لبنان أزمة في مياه الشرب نتيجة ملوحة المياه وتلوثها، حيث ناشد الأهالي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لحل أزمتهم عبر حفر آبار ارتوازية جديدة. زينة عبد الصمد والتقرير التالي. هما مشهدان عالق النهر البارد بينهما. الأول ل60% من اللاجئين تم إعمار منازلهم بعد تدمير المخيم، أما ما تبقى فيقبع بين البركسات أو النزوح المؤقت. وما فرقته ظروف تأخير إعادة الإعمار جمعته أزمة المياه. معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني بدأت من 1948 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم. معاناة متنقلة من مخيم إلى آخر، ولكن تبرز بشكل فاقع جدا وكبير بمخيم نهر البارد. يتجسد شعب الجبارين في أهلنا في مخيم نهر البارد يلي بعدن صابرين وثابتين ومتمسكين بحق العودة إلى قراهم وبدنهم في فلسطين. المخيم حفرت فيه 6 آبار في العام 82 بدعم من الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وتكفلت وكالة الأونروا بها. أما اليوم وبعد 36 عاما ويزيد فالأزمة اشتدت، إذ نضبت الآبار بمعظمها وما تبقى لا يكفي حاجة السكان. الآن عندنا خزانات بالمخيم لم يتم تغذيتها بالمياه، في مشكلة عندنا بضخ المياه، مشكلة بتشغيل الآبار من طرف الأونروا. لذلك احنا بنطالبهم مسؤوليتهم. احنا الأونروا هي مسؤولية القانونية، وهي يعني بدها تخاطب المانحين وتخاطب كل العالم لتصحيح الوضع بالمخيم. غابت المياه العذبة لتحل المياه المالحة الناتجة عن قرب المخيم للبحر بكل الآثار الصحية والبيئية على السكان. على مستوى الصحي في عندك عم يسبب أمراض بالجلد، يعني نادر جدا تلاقي شخص ولد أو طفل أو مرة ما عنده حب جسمه، والشعر عم بكت عند النسوان، وكارثة جدا يعني على البيئة، كارثة جدا جدا. مي مالحة يعني لا فينا نغسل، لا فينا نتوضى، لا فينا نعمل أي شيء، عم نضطر نشتري مرة مي للشرب ومي للحمام.
إلى ذلك يتكبد أبناء المخيم تكاليف مادية في شراء الماء للاستخدام المنزلي والشرب في وقت يعانون فيه من توقف خطة الطوارئ من قبل الأونروا في سياق تقليصاتها الأخيرة على المخيم الذي يقسم إلى قديم وجديد وفق التمدد السكاني منذ العام 49. حوالي يعني بالمخيم الجديد 100% ملوحة، بالمخيم القديم الآبار السبعة الموجودة ضمن إطار الأونروا أصبحت في جزء منها كبير صار في الملوحة ضمن إطار الملوحة. إحنا هون يعني بنناشد الأونروا بالإفاء بالعهود بحفر الآبار الارتوازية ضمن إطار المخيم القديم. حاجة المخيم وأهله اليوم كبيرة إلى المياه العذبة، وهم يناشدون الوكالة الدولية الإسراع في حفر الآبار الارتوازية قبل تفاقم الأزمة بأوجهها الصحية والبيئية والمادية. المخيم يقع جغرافيا بين بحر ونهر، ومع هذا فهو يواجه أزمة في المياه، أزمة تشكل مصدر قلق لأبنائه وتقض مضاجعهم. من مخيم نهر البارد شمال لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. والآن إلى النشرة الرياضية مع زميلة كيان نصيفي. إليك كيان. مساء الخير محمد. مساء الخير دحنا. مساء الخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اشتعلت المنافسة بين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في استفتاء الجمهور الذي تجريه المجلة الفرنسية فرانس فوتبول حول اللاعب الأجدر للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018. وشارك في الاستفتاء حتى الآن ما يقارب من 400,000 شخص، حيث حصل الفرعون المصري على 42% من الأصوات، بينما كان أقرب ملاحقيه هو ميسي الذي وصلت نسبة التصويت له إلى 38%. وفي نفس السياق حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على 7%، وأنطوان غريزمان وإيدين هازارد ورافائيل فاران وإيفان راكيتيتش على 1%. أما إمبابي ومودريتش ونيمار فحصل كل منهم على 2%. يذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يقام يوم 3 ديسمبر كانون الأول المقبل. كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سبب هدوئه تجاه التهمة الموجهة إليه باغتصاب سيدة أمريكية في عام 2009. وذكرت صحيفة توتو سبورت أن رونالدو أجاب على أسئلة بعض المشجعين أثناء عطلته وقال لهم أنه يعلم أنه بريء، ولذلك هو يتحلى بالهدوء التام. ويواجه رونالدو اتهامات باغتصاب فتاة أمريكية في عام 2009 عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني. وقامت شرطة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية بفتح تحقيق في الدعوى المقدمة ضد اللاعب البرتغالي، فيما قام رونالدو بتعيين محامي مختص في مثل هذه القضايا للدفاع عنه. عاد برشلونة الإسباني إلى خوض تدريبات تحت قيادة مديره الفني أرنستو فالفيردي في غياب 10 لاعبين دوليين جميعهم مرتبطون بالتزامات مع منتخبات بلادهم الوطنية. وشارك في تدريب اليوم ضمن اللاعبين الحاضرين لاعب خط الوسط الشاب ريكي إبويغ، وما زال سيرجي روبرتو مصابا حيث يقوم بأعمال التعافي، في حين يواصل لويس سواريز العمل على تقوية الركبة اليمنى بعدما عانى من مشكلات مختلفة. ودعت التونسية أونس جابر اليوم بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس بعد هزيمتها أمام الرومانية مونيكا نيكوليسكي المصنفة 82 عالميا بمجموعتين لمجموعة في الدور الأول بالبطولة. نجحت جابر في الفوز بالمجموعة الأولى وكانت قريبة من إنهاء اللقاء لصالحها في المجموعة الثانية، إلا أن الرومانية نجحت في تحويل هزيمتها بمجموعتين دون رد إلى التعادل بعد إنقاذ كرة اللقاء لصالح منافستها والفوز بالمجموعة الثانية. يذكر أن أونس جابر قفزت 16 مركزا في التصنيف العالمي الجديد الذي صدر أمس الاثنين، حيث أصبحت تحتل المركز 100 عالميا. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، عودة إلى محمد وضحى. شكرا كيان. بمشاركة فلسطين انطلقت أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الآسيوية والذي يستمر 4 أيام في مدينة أنطاليا التركية. المزيد في تقرير عاصم جرادات.
39 دولة. انطلق الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية في مدينة أنطاليا التركية، وعلى رأس جدول أعماله التعاون الاقتصادي والبيئي والتنمية المستدامة. طريق السلام والاستقرار للمنطقة واضح، وهو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وإبداء الاحترام الكامل للعلاقات الدولية وكذلك لحقوق وسيادة الدول. وتشارك دولة فلسطين في الاجتماع بوفد يترأسه السفير الدكتور فائد مصطفى، الذي من المقرر أن يلقي كلمة دولة فلسطين في الجلسة الختامية. بالنسبة لنا هي تشكل فرصة أن ننقل رسالتنا، ننقل رسالة شعبنا إلى الحضور وإلى العالم. بالنسبة لنا يعني كما هو معروف نحن الآن يعني نتحرك من أجل أن نواجه في تبعات صفقة القرن والعدوان الأمريكي القانوني المتواصل علينا من خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذوها بالأشهر الأخيرة، إلى جانب أيضا العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا. وعلى هامش الاجتماع أجرى السفير مصطفى لقاءات ثنائية مع كل من رئيس البرلمان العراقي ورئيس مجلس الأمة الكويتي ونائب رئيس مجلس النواب الروسي، وناقش خلالها قضايا ثنائية مشتركة وسبل دعم المساعي الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن والحفاظ على الحقوق الفلسطينية. ونلمس أيضا في الوقت نفسه تضامن كبير من هذه الوفود مع شعبنا ومع قضية شعبنا العادلة. سنواصل العمل بكل الاتجاهات، لن نستسلم لا للقدر الأمريكي ولا للقدر الإسرائيلي. وتستمر أعمال الاجتماع لأربعة أيام، تتضمن ورشة عمل تتناول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بين الدول المشاركة. عاصم جرادات، تلفزيون فلسطين، تركيا. والآن إلى حالة الطقس مع روز أبو عصب. أهلا بك روز. مساء الورد، يعطيكم العافية. أطيب التحيات أعزائي المشاهدين وأهلا بكم. تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق لهذه الليلة، حيث تدفقت نسمات هوائية باردة عملت على تلطيف الأجواء وانخفاض في درجات الحرارة والتي لا تتجاوز 20 درجة في معظم المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة السطحية. ومن المتوقع أن تبقى التغيرات طفيفة على الحالة الجوية السائدة خلال الأيام القادمة، وعليه تسود يوم غد الأربعاء أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وتميل للحرارة في المناطق المنخفضة والأغوار ومنطقة خليج العقبة، وتظهر نهارا كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول الأمطار في بعض المناطق خاصة في شمال ووسط البلاد. والآن ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام لدرجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجل ليوم غد الأربعاء، ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 24، رام الله 23، نابلس 26، جنين وطوباس 29، تلكرم وقلقيلية 28، سلفيت 24، أريحة 34، بيت لحم 24، الخليل 23. وننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 27، دير البلح 28، خان يونس 27، وأخيرا رفح 28. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام لنهاية نشرتكم الجوية، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله. والآن عودة لكم ضحى ومحمد. شكرا جزيلا روز. شكرا. عودة للتذكير بالعناوين.
في اجتماعه أواخر الشهر الجاري، المجلس المركزي سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته ودورة الوطني السابقتين. وحكومة الاحتلال تكشف عن مشروع لتحسين صورة الاستيطان. تواصل الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر للتصدي لقرار الهدم. وكان في النشرة أيضا 37 عاما على استشهاد الأديب والمفكر ماجد أبو شرارة. أشكركم دائما على طيب المتابعة ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.